السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي حنتعرفوا فيه على عادة لمدة 20 دقيقة ممكن تغير حياتك او تخليك تعيش حياة افضل. العادة هذه بسيطة جدا وممكن هي يعني احنا ممكن قاعدين نديروا فيها لكن مش بالانضباط هذا او بدون اي حسابات او اي معادلات. احنا قاعدين نشوفوا احنا شن قاعدين نستفيدوا منها. الموضوع مربوط بكمية المعرفة اللي ممكن تحصلوا عليها من القراءة وكمية الصحة اللي ممكن نستفيدوا منها امتى نشربه. قبل ما نبدو في البرنامج نفسه اللي هو ياخذ 6 شهور اللي هو ممكن يغير حياتك ب 20 دقيقة بس في كل يوم، فيه تحمية قبلها بشوية. التحمية هذه عبارة على شنو؟ خلينا نقول انه في حالة كل يوم الصبح تشرب طاسة مية، بغض النظر على انك انت اوريدي في العادة تشرب في مية مثلا في العشية او في الليلة او في اي وقت تاني، لكن خلينا نقول انه شرط كل يوم في الصبح مثلا اول ما تنوض تشرب طاسة مية او كاسة مياه، وايضا في كل يوم تقرأ ورقة او صفحة واحدة بس من كتاب. الموضوع بسيط وسهل جدا، ما ياخدش حتى 5 دقائق في اليوم، يعني شرب طاسة مياه مش او كاسة مياه مش هتاخد منك دقيقة في اليوم، وصفحة من كتاب مش هتاخد منك اكتر من 3 دقائق في اليوم. خلينا نقوله مشيت بالموضوع هذا لمدة اسبوع بس مش اكتر، بعدها الاسبوع اللي بعدها خلينا نكبره او نزيد الموضوع جرعة واحدة، تكون تشرب او تبدأ تشرب طاستين او كاستين مياه في اليوم، يعني مثلا كاسة في الصبح او في المورنينج مثلا وكاسة كاسة مياه او طاست مية خلينا نقوله في الايفنينج او في المساء. والكتاب تبدا تقرا مثلا بدل صفحه في اليوم تقرا 5 كتابات في اليوم برضو، او ايضا العمليه هذه لا اعتقد رح تاخذ منك اكثر من 10 دقائق. شرب طاستين مش خلينا نقوله اخذ منك دقيقه بالنسبه للمياه، وبالنسبه للقراءه مش حياخذ منك اكثر من 5 ل 7 او 8 دقائق لقراءه 5 صفحات ماكسيمم، خلينا نقوله كحد اقصى 10 دقائق. بعد ما توصل للمرحلة هذه لمدة أسبوع عقلك حيبدأ أوتوماتيكيا روتين عنده الموضوع هذا وحيبدأ يتعود على القراءة. حاليا حابدو في البرنامج الفعلي اللي هو النتيجة متاعها حتكون رهيبة جدا، بعد 6 شهور تصرف 20 دقيقة بس في اليوم. خلينا نقوله أنك بمجرد الأسبوع الثاني تبدأ من الأسبوع الثالث في الخطة الفعلية، هي أنك تشرب 3 طواسي مياه في اليوم أو 3 كاسات مياه في اليوم، طاسة في الصبح طاسة في العشية وطاسة في الليل، مش حياخد منك الموضوع اكتر من دقيقتين للموضوع هذا. وبالنسبة للنقطة او البند الثاني خلينا نقوله من الموضوع هو انك تقرأ 10 صفحات من كتاب في اليوم، اللي مش حيستهلك منك اكتر من كحد اقصى 18-17 دقيقة. يعني في المجمل باضافة بسيطة اضافية او ببعض الثواني او دقائق الاضافية، ماكسيموم كحد اقصى حيكون موضوع 20 دقيقة. 20 دقيقة حتى كاجمالي وقت لشرب 3 طواسي مياه، طاسة في الصبح، طاسة في العشية، وطاسة في الليل، ولقراءة 10 صفحات من كتاب. الموضوع بسيط وحد بيقول لك باه بعدين، شن في بعد الموضوع هذا؟ امتى تستمر على الشيء هذا لمدة 6 شهور، حتى اذا نحسبوه الموضوع هذا، حيكون في رصيدك خلال 6 شهور ب 20 دقيقة بس بالبندين البسيطين هادو جدا، حتكون شارب ما يعادل او حوالي 540 لتر مية، اللي بالطبيعي حيكون رصيد كبير جدا بالنسبة لصحتك. على الاقل على حسب دراساتي او الشيء اللي انا قريه ان ممكن العلاجات الكيماوية تكون مفيدة او كويسة، بغض النظر على موضوع ان فيها ضرر جانبية او لا، وايضا او برضو العلاجات الطبيعية ممكن تكون مفيدة، لكن حسب ما نعرف او حسب ما انا وصلت ان المياه جزء كبير جدا من العلاج الطبيعي الفعال جدا، لانه يساعد بطريقه مش طبيعيه في التخلص من السموم والامراض الموجوده في الجسم. فتخيل انه بغض اكيد بالشيء بالطبيعي انت حتكون ممكن شارب مياه خاطئ 3 طواسي الاساسيات اللي في البرنامج هذا، لكن 3 طواسي هادو بس حيسمحوا لك او حوالي حتكون شارب حوالي 540 لتر ميه اللي حتساعدك جدا. وبالنسبه للبند الثاني اللي هو ممتع اكثر او مور انترستينج، في حاله قريت 10 صفحات بس من كتاب لكل يوم لمتوسط طول الكتب، في خلال 6 شهور حتكون قاري بين 6-9 كتب. يعني تخيل او اتوقع كميه المعرفه اللي حتكون انت بتحصلها. يعني صرفت 20 دقيقه بس في كل يوم اللي يتكون من 24 ساعه، كل ساعه من 60 دقيقه، ساعه واحده بس صرفت منها 20 دقيقه قدرت تحصل على 540 لتر ميه في خلال 6 شهور. يعني صحتك ان شاء الله حتكون افضل باشواط، وفي نفس الوقت كان في رصيدك من 6-9 كتب، يعني كمية رهيبة جدا من المعرفة. أنا أعتقد أن هي ديل أو صفقة مش طبيعية جد، مش عادية بكر خلينا نقول، ممتازة. فإن شاء الله تطبقوه الشيء هذا وإن شاء الله تكون حياتكم أفضل، إن شاء الله نكون
افدتكم، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا فعليا بالدرس هذا واستفدتوا منه. ان شاء الله نتلاقوا في الدرس القادم، والسلام عليكم، والسلام ومع السلامه.